إذن مشاهدينا الكرام، دائما في مباشرة من ضواحي مدينة الدار البيضاء ودائما من دوار سيدي أحمد بن يشو. هذه المرة هذه السيدة اللي غادي ندخلوا عندها المنزل ديالها كتقول بأنه آيل للسقوط، السقف في أي لحظة يقدر يطيح لها على راسها وتموت. أجي نشوفوا أشنو وقع داخل هذا البناء العشوائي، يعني هذا المقابر اللي هي تسمى منازل. اجي ورينا الشريف شنو عندك اخويا. دابا بلاتي ندخلوا بعدا نشوفوا داك السقف اللي قلتي كل غلط طيح عليا، درنا لي غير هذاك سميتو غادي نشوفوه بعدا. جامعي كلشي غادي وما البيت خلاص. دابا انتم كندخل عندكم الماء، هانتي ادخل عليا ونشوف حالتنا كله هزينا هاد الشيء. كنتم كندخل عندكم الماء، عندنا الماء دابا شي 25 عام حنا بحال هكا. وفين هو السقف اللي انت خايفه منه؟ خايفه من البيت، من البيت. وهذا دابا شوفي طاحت لينا غير البارحه هاد الحجره هادي، وهادي طاحت لينا. حنا 25 عام هنا، وقت ما جا وقت ما جا الشتا كتجهد علينا اخويا، كتدخل علينا. حنا كنهربوا نباتوا عند الجيران. دابا شي السيمانه هادي حنا ما جيناش للمحل، كنطلبوا السكن اخويا، شي محل نسكنوا فيه بعدا نكملوا فيه هاد العمر اللي بقى. بارك الله فيكم اخويا، الله يسهل عليكم. مش مشكل، اجي نشوفوا بعد هذا السقف. دابا هذا القصدير هذا كيشرشر علينا، عينا ما نصاوبو فيه. من غير انه كيطلق الماء فوق منه شي حاجه تقدر طيح عليكم. طيح علينا، كاين حجر، كاين الحجر الفوق، كاين حجر. الا ما درناش على الحجر كيطير البرد، كيطير البرد، كيطير البرد. شوفي هذا دابا حنا غير نتوما فين كتنعسوا؟ فين كتنعس يا الشريف؟ كتنعس هنا. ملي جمعنا خفنا من الشتاء دابا ما كنتش كنجي، كنمشي نبات عند شي ناس. لا قبل من قبل ما تفاد عليكم الماء كتباتي هنا. اجي نشوفوا البلاصه فين كتباتي. كتخافي منه ولا يطيح عليك؟ كنخاف يطيح علينا. دابا درنا على داك السقف كبير، شوف كي ولا شتي داخل عطى الكرش، عطى الكرش وفيه البصلانه تما يقدر يطيح من هذاك الجلم. يطيح وين البلاصه اللي خايفه منها انها تطيح؟ خايفه من الوسط، هو عطى من الوسط. شتي هو عطى الكرش، حنا غير زدنا ليه واحد. وانت كتنعسي هنا؟ كنعس وانا كنتكمدو هنا. انت شوف 25 عام حنا في هذه البلاصه. دابا كتشاهدوا المشاهدين الكرام، ما كاينش حتى المساحه الكافيه من يدوز الانسان. هذه تسمى بيوت. ديال بكري شي 26 عام حنا دابا هنا كتشدها خو، وقت ما كتجيش حنا كنهربوا. واخا شنو الرساله ديالك الشريفه اللي تبغي توصلي للمسؤولين؟ شنو الطلب ديالكم؟ كنبغي شي سكنه خويا. واش جا عندكم شي مسؤول قالوا لكم؟ جاو يلاه جاو، ما سيختنا المواطن خو علينا الماء عاد رجعنا لمحلنا. وكل ما خوش علينا الماء. واخا منين خو عليكم الماء ودخلتوا الخسائر اللي عندكم؟ خو من الباب حنا سادين الباب هربنا، ما هربناش غير هزنا الماء. وراه كاين نيرة كبير، عاونونا في حق الله، عاونونا. والله يسهل عليهم اخويا، الله يسهل. عندك شي رقم ديال التليفون حافظه؟ ما عرفتش. حافظاش. المهم اللي بغى يساعد هاد الناس راهما دوار سيدي احمد بن يشو، يجي لهاد الدوار. اللي بغى يساعد يجي لدوار سيدي احمد بن يشو يساعد باش ما قدر. انتم كيف كتشوفوا الحاله ديال هاد المنازل التي تسمى منازل، ولكن هي في الحقيقه ماشي منازل، شي حاجه اخرى ما عندهاش واقيلا باقي ما قولهاش الاسم الحقيقي ديالها. كثر من كريان، كثر من تكرفيس، كثر من بزاف هادشي. يعني هاد الناس خاصهم واحد التفاته ديال المسؤولين ديال هاد المنطقه، يجيو يشوفوهم، يشوفوا هاد الناس فين عايشين، يلقاو لهم شي حل من بعد هاد الفيضان اللي عرق على الواقع ديال هاد المنطقه ديال هاد الدوار، دوار سيدي احمد بن يشو ضواحي مدينه الدار البيضاء. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، احنا باقين في هذا الدوار وباقين المشاكل ديال هذا الدوار غادي نشوفوها مباشره على قناه شوف تيفي. الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.